ليه؟ السلام عليكم، انا فاطمه من مدينة سالا. اللي وقع لي خطا طبي من طرف دكتور اختصاصي ديال العظم، بقيت متبعه معاه لمده 8 سنين وانا متبعه معاه، ما عرفش شنو عندي، كيدير لي غير راديونات وما كيطالب لي لا بالتحاليل لا حتى شي حاجه، ما كيعطيني غير الكالمو ديال الدواء 18000 حتى 20 حتى 16000 ريال كل مره وطريقه شحال دايره، وعطاني ندير الرياضه، هادشي اللي كيعطيني بلي ما راه درت هاد ليريم، قال لي ديري ليريم، ملي مشيت نديرو في السويسي كيقولوا لك خاسر، درت ليريم على برا، راه نتوما خوتي عارفوا الليريم غالي، درتو على برا، قال لي عندك استياتيك عندك غير فضه. منين وصلت ديك 8 سنين لقيت انا راسي الدواء كنشربو كنولي بخير، كنسالي الدواء كنرجع نفس المشكل، كنقبط الفراش، مشيت قلت له عطيني برا دفعني للسويسي، مشي لا بغاو قبطوني نعس، انا شفت حالتي زادت دهورت. ملي مشيت للسويسي دوز ليا الطبيب تاني قال لي ما عندك لا مرض لا حتى شي حاجه، عندك السياتيك والفدق راه عادي، هو كيعطي الحرق الحريق بحال الشكل اللي قال لي الطبيب. عاود درت لي ريم على برا تاني، طالبوا لي بالريم، عاود درت لي ريم على برا، هادشي كامل خوتي راه ريمات، درت لي ريم، منين درت لي ريم كيقول لك عندك السياتيك عندك غير الفدق. بقيت متبعه تاني وصلت مده عامين، هي 10 سنين ملي بقيت متبعه، واحد النهار ما جاش دكتور لا مغربي، جا دكتور سينيغالي جابوه لنا مستعجلات، بقات الناس كتعود جابوه لنا، هو اللي شرف الحاله ديالي وعطاني برا ومشيت نعست. منين نعست قالوا لي عندك الاس بي ا في الدم، عندك الميكروب في الصدر، عندك التهاب في الكبده، عندك جوج عمليات على الرجلين حيت العظومه مشاو ليا ديال الرجليه بجوج، ها الراديون العظومه مشاو ليا بجوج ديال الرجلين، انا حاليا قابطه الفراش لمده عامين، ما عنديش باش ندير العمليات، تنطالب من المحسنين يوقفوا معايا، وتنطالب من وزير الصحه، الناس اللي عندها مرض مزمن، الناس فقراء بزاف، الناس اللي عندها مرض مزمن وعندهم عمليات خاصها تكون عندهم اسبقيه في الطب، وتنطالب من صاحب الجلاله الملك الله ينصرو ويخليه لوليداتو ويشافيه، الناس اللي عندها الراميد وعندها المرض مزمن بحالي انا دابا عندي عمليات ما عنديش باش نديرهم، ما عنديش باش نشري داك التكاليف الحديد اللي عنركب، ما عنديش باش ندير عمليات، مني عايجيني والديا ناس دراوش لا حال لا حول الله فقراء، انا حاليا ساكنه مع دارنا، الزوج ديالي ملي خرجت بهاد التصوير ما بغاش يومين دابا هو مخلي عليا، الزوج ديالي ما عنده لا خدمه لا حتى شي حاجه، كيبيع غير طبله الليمون، طبله الليمون هاد الكورونا ما تيدخل فيها والو، تتعاون معايا على الوالده ديالي، انا حاليا ما عنديش باش ندير العمليه، تمشاو ليا العظومه ومده 10 سنين ولا هذا راه ما ساهلاش، وانا كندير في ليريمات، ليريمات هادشي كامل راه ليريم، كلشي ليريم، حاليا تنطالب من المحسنين يوقفوا معايا، الله يجازيهم بخير اللي في قلوبهم الرحمه، يوقفوا معايا في العمليات، انا ما كنطالب لا بمأوى لا بسكن لا بتا شي حاجه، باغا غير العمليات بغيت نرجع نوقف على رجلاتي، هادشي اللي باغا. شحال تقريبا القيمه ديال العمليات؟ تقريبا القيمه ديال العمليات غير بروزيطات داير شي 3 المليون لواحد، وقالك ديري واحد البراس بقى يضربها باش ما تجيكش الجلطه الدماغيه تشلي، انا ما عنديش التكاليف ديال هادشي، ما عنديش البرا راه كتشري حتى هي، انا ما عنديش منين يجيني هادشي، عيطت التحاليل راه قتلوني، ما عنديش منين ندير هادشي. شحال تقريبا التكاليف ديال كل شهر؟ البروزيت داير 3 المليون، كل رجل فيها 3 المليون، سته عيب البروزيطات وعاد التكاليف باش تخلصي وداك الشيء انا ما عنديش. شحال تقريبا في الشهر تتخسري دابا؟ دابا كان الراجل اللي عنده داك الرزيق اللي كان عنده خسروا عليا، دابا حاليا ما بقاش عندي، كانوا كيتعاونوا معايا شي ناس كاع التحاليل والليريمات والسكانيرات، راه عارفين السكانيرات راه غاليين والليريم ماشي ساهل، السكانير تيدير 60000 ريال، كاين ديال 70 ليريم كله، وشنو داير التحليله كاينه 12000 ريال 14، تحليله وحده درتها ب 24000 ريال ام سيل في اكدال، ما حاليا ما عنديش انا باش ندير التحاليل وهذا الشيء، كيجيني هذا الشيء غالي، ما عنديش شي مدخول مالي ولا شي حد راجل الزوج ديالي موظف ولا هادي. كيفاش كانت حياتك قبل ما تكتشفي هذا المرض؟ كانت حياتي عاديه بخير على قد الحال، ما عندناش ما خصناش، عايشه انا والزوج ديالي على خير وبخير، تنخدم في الديور معاونه مع الزوج ديالي معاونه مع والديا، دابا حاليا تبدلت حياتي من المزيان وتقلبت ولا الظلمه حياتي، راه ما ساهلاش عامين وانا شاده الفراس في رجليا، ما ساهلاش، مشاو ليا العظومه ديال رجلين بجوج، رجلين العظومه بجوج مشاو ليا، راه ما ساهلاش تقبطي الفراش عامين برجليك، ما كتلقاي لا مساعده لا في الطوارئ لا في النوضه لا في حتى شي حاجه، غير الطبيب ملي كنمشي ليه كنتعذب بزاف، المركوب ما كنصيب دابا باش نركب، والطاكسي ما كيبغيش يطلع الوالده ديالي حتى للدار بالزنقه،
حيت ما تنقدرش نتمشى باش نهبط للشارع نركب بزز تتبقى ترهب باش يطلع ليا الطاكسي حتى الباب الزنقه والناس بالحومه كلشي راه شاهد كلشي جا الطاكسي ما تيبغيش يطلع ليا خصني طاكسي يديني باب الدار وحتى الباب السبيطار ومن السبيطار حتى الباب الدار ثاني حاليا انا كنطلب غير العمليات يوقفوا معايا الناس المحسنين عيب العمليات وتنطلب من وزير الصحة ومن جلالة الملك الله ينصره ويخلي له وليداته هاد نهار الجمعة الناس اللي عندها مرض مزمن بحالي أنا وعندها العادة تاع عمليات راه ما عندهمش تكلف العمليات أنا حالة ضعيفة وفقيرة ما عنديش جد الله جد الله ما دقيتيش البيبان ديال الجمعيات أنك تواصلي معاهم الناس راه كتشوف فيا ديال الزنقة والمرشحين وهادي عارف الحالة ديالي والحالة ديال الوالدة المرشح ديالنا اصلا الزنقه راه عارف الوالده كدعاء على الخبز كون بغا يقدم لي يد المساعده راه شاف الفيديوهات ديالي راه الصحافه شحال من واحد جا صور معايا من الصحافه راه كيشوفوني ساكنه مع والديا والديا ما عندهمش وكيشوفوا امي كدعاء على الخبز في الزنقه باش تتعاون معايا على التحاليل باش كتعاون معايا على المصروف راه ما ساهلاش قبط الفراش كيبغوك توقفي معاهم غير في الصوت باش توقفي دابا حاليا على رجلك يوقفوا معاك يقدموا لك شي يد مساعده دمية ديال الجمعيات ولا شي حاجه والو ما كاينش اللي يوقف معاك راه كلشي عارف الحاله ديالي من مر ما راجلك صرف عليك زعما كاين كاع داكشي اللي كان عنده داك القوت ديالو اليوم اللي كان تيصرف به داك كي قلتي ديك الطبله ديال الليمون كيفاش كانوا المصاريف ديالك وكيفاش كي تنقولوا سيرتي ديك الفتره من مور ما سالوا ليكم دوك الفلوس من مور سالوا ديك الفلوس ووقعت على خلاف بزاف انا والزوج ديالي كنتو ما عارفين ملي كتقاد الفلوس والجد لاجه الله ما عندوش شي خدمه اللي كيدخل بها شهريا باش يصرف عليا في السبيطار نتوما عارفين التكاليف ديال الطب راه تيكون غالي لواحد ما ساهلش المريض متبع مده 10 سنين راه ما ساهلاش منين سالالو الفلوس وداك الشيء راه وقع على خلاف راه كيكون الخلاف مع الزوج ملي كيتقاداو الفلوس وداك كتكون هي المشاكل مع الزوج قلتي لنا انك اضطريتي انك تبيعي حوايجك الا وديت باش تصرفي على هذا المرض تنبعت فراشي كله ديال داري كلشي حتى انا كتبت ثلاجتي بماكينتي الصابون بتلفازتي بكلشي حوايجي بعتو كلشي بعتو راه بالشهود في الزنقه وكلشي كيشوفو الناس شحال تقريبا كنتي تخسري في الشهر كنخسر راه جايه حتى 50 الف ريال 40 60 في الشهر يعني ما بين الدوايات وداكشي يعني هادشي غير المرض ديالك على المرض ديالي ما بين التحاليل والدوايات كيعطوني الكالمو تقريبا الكالمو ديال الدواء ديال العظم كله دزت عليه بالشهود ديال الفارماسيان ديال الصيدليه الرحمه راهم عارفني ما بقيتش دابا كنخرج عامين راه كيشوفوا الام ديالي والزوجه ديالي والاخت ديالي كيمشيو يجيبوا لي الدواء من عندهم من الفارماسيان راه عارفين الطريطمون اللي كنت ناخذ غالي شكون اللي تيقوم بك دابا انت في هذه الفتره دابا حاليا قايمه بيا الوالده ديالي هي اللي قايمه بيا هي اللي تتكون معاك ديما وجه هذا النداء ديالي الاخير الناس الفاعلين الخير الجمعوي اللي عندهم الجمعيات اللي كيوقفوا مع الناس اللي مرض بحالي وعندهم عمليات بحال خويا يوسف الزروالي كيساعدوا الناس اللي عندهم الجمعيات يوقفوا معايا يشرفوا على الحاله ديالي ديال العمليات انا ما عنديش باش ندير العمليات تكاليف العمليات ما عنديش وكنوجه النداء للجمعيات اللي عندنا في المغرب اللي كنشوف البرنامج ديالها في التلفزيون اللي كيشرفوا لحالات الناس اللي كيساعدوهم عندهم تما عمليات حتى انا ما كرهتش نكون منهم نهاد بن عقيده حتى هما اللي عندهم جمعيات يوقفوا معايا يتعاونوا معايا غير العمليات انا ما كنطالب حتى شي حاجه كنطالب غير نوقف على رجلي ترجع لي صحيحتي كما كنت في العب من قبل بغيت نوقف على رجلي وترجع لي صحيحتي من قبل انتم عارفين اخوتي الرجلين شي حاجه رجلين هما كلشي الرجلين واليدين والعينين هادشي اللي كنطالب انا كنطالب نوقف على رجليا ما كنطالب لا ماوى لا سكن لا حتى شي حاجه كنطالبين عمليات يوقفوا معايا الناس اللي عندهم الجمعيات هادشي اللي كنطالب يوقفوا معايا المحسنين على رجليا نوقف على رجلي ما عنديش التكاليف باش تخلص العمليات ونشري داكشي في الماتيريال ما عنديش نوجه الرساله ديالي ديال المندوب ديال الصحه ديال سلا يوقف على حتى هو على حالتي الا كان كيشوف هذا المنبر اللي صوروا معايا وهادشي اللي عندي ديال لي ريمات والسكانيرات والتحاليل والعمليات اللي عندي غاليين يوقفوا معايا في العمليات انا ما عنديش التكاليف ديال العمليات وشكرا اخوتي كنطلب من المحسنين يوقفوا معايا بزاف بزاف